مع بداية كل موسم كروي بالجزائر، ومع حلول الجولة الرابعة ينطلق مسلسل الإقالات والاستقالات وتبدأ التغييرات الفنية. سوء دراسة اختيار السير الذاتي التي لا تتلائم مع هوية الفريق وأهدافه وطموحاته أبرز المعايير التي تعجل بمغادرة المدرب في ظرف لا يقل عن شهرين ونصف. لكن الأهم ما يميز الإقالات والاستقالات جملة أصبحت شائعة بين رؤساء الفرق، وهي التي تقول فسخ العقد بالتراضي. تعويضات مالية بالجملة تتكبدها خزينة الفرق الجزائرية التي تدفع ثمن التراضي حتى يذهب كل شخص في طريقه مرتاح البال. غياب النظرة الاستراتيجية والثقافة التشاورية بين أعضاء مجلس الإدارة يؤدي بالفريق لتقديم تعويضات مالية تصل إلى 3 أجور شهرية للمدرب من أجل إرضائه وتفادي الدخول في أروقة المحاكم الرياضية. إذن الطلاق بالتراضي سيتواصل، بما أن الرقيب والحسيب غائب عن الشركات المسيرة للأندية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.